مرحبا، ممكن تعرفينا عن حضرتك؟ أنا تسنيم نجار من سوريا، عمري 16 سنة، برسم تقريبا صار لي زمان، بس صار لي 6 شهور هيك إنه أخذ الموضوع كجدية وعم شارك بمعارض. جتني دعوة على معارض، ومعارض تانية أنا اشتركت فيها، برسم بالقلم الرصاص وبالزيتي وبالأكريليك، وهدول هن اللوحاتي. طيب، هل هي موهبة أم أنت تعلمتيها بدورات تدريبية أو كرمال كسب مادي؟ لا، هي موهبة لحالي بالبيت، وشغلة المادة أبداً أبداً ما بتهمني. يعني أنا عم أعمل هذا الشيء مشان أوصل يعني إذا بتلاحظي بلوحاتي في كتير مثلاً أطفال لاجئين، كتير في أشياء. مثلاً هي اللوحة اللي هون، هي اللوحة بتعبر عن بنت، هي صح بنت صغيرة بس ملامحها عاطية على ملامح سبعينية شوي، إنه هي عم تشوف هذا الشيء، عم تشوف الحرب والأشياء والدمار، وما بدها تخلي هي اللعبة الصغيرة تشوف هذا الشيء، فهي مسكرت لها عيونها يعني. وهيك في كتير حتى رسمات رصاص بتعبر عن لاجئين، وفي صور أنا باخدها وبرسمها. يعني فينا نقول انك انت عم تعبري بلوحاتك عن الوضع المأساوي اللي كان بسوريا او لا زال مستمر بسوريا؟ اي، مع الاسف يعني لا زال مستمر، بس هذا الشيء للاسف ما كتير في اشخاص بتحكي عنه. في كتير اشخاص بتعتبر الرسم والفن هو بس كشيء مادي، مع انه هذا الشيء كتير غلط. هذا الرسم شيء بيعبر عن اللي جواتنا، بيعبر عننا. الواحد لما بيرسم لوحة، هاي اللوحة بتعبر عنه هو، فمشان هذا الشيء يعني. طيب، شو هو أكتر شيء أنت حابة توصلي رسالتك من خلال الرسم؟ إنه تقريبا يعني أهم شيء باللي عم يصير معنا هو الطفل. يعني هذا الطفل إذا عاش مأساة أو عاش شيء بظرف عائلته، بيضل طول عمره هذا الشيء مأثر فيه، فلازم إنه ننتبه، ندقق كتير بمشاعر الطفل، وما إنه نكسر أو نجرح أي طفل بالدنيا. حلو كتير. طيب، كيف بلشتي بالعمل بهاي الحرف أو بهاي الفن مثلا بشكل عام؟ بلشت بفترة الامتحانات بالمدرسة، كانت فترة كتير صعبة، هيك سمعت انه في معارض وهيك اشياء، فقلت اني ليش ما بشترك. يعني انا برسم، كنت بس هيك سكتشات صغيره، يعني انه ما بدأ كتير بالرسمه، وعادي رسمه طلبتها مني رفيقتي ممكن اهديها اياها عادي. بعدين من 6 شهور لهلا صرت ارسم واتعب على حالي، عملت غرفه لحالي بالبيت، عملت مرسم، جبت الوان، خلص قررت اني رح انشهر بهذا المجال واني اوصل رسالتي لكل الناس. طيب، شو هو هدفك الأكبر من هذا الفن؟ هاي بدها تفكير. هدفي الأكبر إني صار لي اسم بهذا المجال، كتير حابة هذا الشيء، حابة إنه يصير لي اسم، وإنه الناس اللي حوالينا والمجتمع يعرفوا إنه الرسم مو بس مجرد إنه موهبة. يعني بيقولوا لك أول شيء الدراسة، بعدين الموهبة. الرسم ممكن يوصلنا لكتير أشياء، أشياء تانية، لكتير آفاق تانية ممكن نحنا مو شايفينها. طيب، من إمتى بلشت عندك هاي الموهبة؟ هل من الطفولة ولا شيء جديد اكتشفتي بنفسك؟ من لما كان عمري 10 سنين تقريبا، كنت قاعدة هيك فاضية، فقررت اني ارسم واكتشفت انه عندي هاي الموهبة. طيب، هل استطعتي من تحقيق مثلا هدف من احد اهدافك اللي رسمتيها؟ هو لا، لسه صراحة يعني انا حاسة حالي انه قد ما عملت انه لسه بدي اعمل اكتر، لسه بدي ارسم اشياء اكتر، انه لسه رسمي مو بهالمستوى العالي، بدي اتعب على حالي اكتر لطور رسمي. طيب، هل بتظني انه انت بحاجه دعم مثلا لحتى تقدري تطوري من نفسك، مثلا دعم مادي او معنوي لحتى انت تقدري تطوري هذا المجال اللي انت فيه، او تطوري من نفسك، او تقدري توصلي لاهدافك بشكل اسرع؟ بظن الدعم المعنوي اكثر. يعني الدعم المعنوي، في مثلا انا عم شارك هلا بمعارض بس ما كتير ناس عم تشوفها، خصوصي انه كمنطقه او شيء كمكان انه ما في ناس كتير بتزورها. يعني بس بحاجة للدعم المعنوي، بأنه مثلا اشترك بشي تاني، شارك بشي. تمام. فهلا انتم ما بتعلقلب انه يكون في عندك صعوبة انك توصلي انت هاي اللوحات لنسبة كبيرة من العالم انها تشوفها، هاي الصعوبة اللي عم بتواجهيها حاليا على الاغلب؟ اي، هاي هي الصعوبة بالنسبة للمعارض. طيب، عم تقدري انك تبيعي انت منتجاتك بسهوله ولا عم تواجهي صعوبه ببيع المنتجات؟
لا عم واجه صعوبة كبيرة ببيع المنتجات، مع انه انا عم احسب مثلا قديش حطيت الوان وقديش حطيت لوحات وطالع نسبة كتير قليلة لي، بس بنفس الوقت الناس عم تحس انه هذا شيء غالي يعني. طيب بتمتلكي شيء سجل تجاري؟ على الاغلب لا، بما انه سنك 16 سنة ولا زلتي طالبة. لا ما بمتلك. طيب اوكي، تشرفنا كتير بمعرفتك. طيب حبيتي مثلا شاركتي مثلا شو رأيك بموقع أكافي أرت، إذا ممكن تعطينا رأيك فيه؟ هلا الفكرة كتير حلوة، في كتير مواقع كبيرة بس مو للفن، مو للرسم، مو للأعمال اليدوية وهيك أشياء، فهو فكرة جديدة يعني ما انعملت من قبل، فهذا الشيء اللي بيميزه إنه هو عم ياخد أشياء مثلا أعمال يدوية ورسم وهدول الأشياء. طيب شكرا كتير لك وشرفنا كتير بمعرفتك، ورسمك رائع، لوحات في نوع عنا واو يعني. شكرا كتير، يعطيك الف عافية. الله يعافيك.